في كمان قانون غريب جدا طلع سنة 2011 في فرنسا برضو، بيقول لك ايه، منعوا الطلاب في المدارس ان هم ياكلوا اي حاجه فيها كاتشب او يشتروا كاتشب او يستعملوا كاتشب جوه المدرسه. مش عشان الكاتشب مضر او اي حاجه، لا خالص، عشان الكاتشب صناعه امريكيه، وهم الفرنساويين متعصبين بنسبه كبيره جدا 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 جدا، وانا بقول كده وانا عارفه عندهم كده يعني حرقه كده على 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 بلدهم يعني. فيقول لك لا، ياكلوا مايونيز بس ما ياكلوش كاتشب، عشان المايونيز فرنساوي والكاتشب امريكاني. مبقاش في مشاكل في الدنيا نحلها غير فكره مين ياكل مايونيز ومين ياكل كاتشب.